Azerbaijan, Azerbaijan. يعني في اتش تعرف تعرف الدنيا فيها اشرب سيدنا لسه نزل نزل بتفتح تضغط احط الفيلم من هنا بس مليان يمسك استنى هنا 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 ثواني هنا 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 يمكن ان يكون هناك من يمكن ان يكون هناك من يمكن ان يكون هناك من يمكن إذا ما في الأوتوبيس إذا ما في الأوتوبيس إذا ما في أشرف تعال انصيد ده I am so جوزيف كفاية أنت شنة؟ Thank you.
Gracias.
Thank you.
وسقفوا المخزن ده هو وملوه أمن
ملوء أمر ملوء أمر ملوء أمر وكله. بس بقى لما جم يسقفوه البنا اللي بيسقف يا دوبك وهو بيسقف حاجة في السقف زي كده ساب فتحة صغيرة بين حجر وحجر، فتحة صغيرة زي ايه حجر وحجر. وبعدين هم قاعدين لقوا جراد كتير، عارفين يعني جراد؟ لقوا ايه عصافير، لقوا ايه عصافير كتير كتير كتير، مئات الوف جت عصفورة دخلت وخدت عبد الحمد، وبعدين دخلت عصفورة تاني وخدت عبد الحمد، وبعدين دخلت عصفورة تالت وخدت حبة تم فوق ايه وخدت، وبعدين دخلت كمان عصفورة وخدت حبة تم وخدت المنكر، وبعد كده قالوا لي لسه بعد اسبوع قال له ايه؟ قال له خد يا دوبك شوال. قال له واللي موجود قد ايه؟ قال له ملايين شوال كتير. قال له طب بعد كده حصل ايه؟ قال له بعد كده دخل الملك قال له خد بنت الملك الكبير. حد ليه نفسي يشرب أشرب اللي فضل من الكراسي. أنا لسه ما شربتش. لا عصفورة شربت. عصفورة شربت نقطة مية. شوفوا إيه حكاية. كان في مدرسة بتاع البنات. مدرسة ايه؟ بنات. وبعدين النظرة بتاعت المدرسة قالت لهم يا ولاد يا بنات عايزين البنت اللي تعمل احسن كيكة هنديها جايزة كبيرة خالص. اللي تعمل ايه؟ احسن كيكة. فجت بنت بقى كانت شاطرة خالص عملت كيكة عجيبة جدا مش ممكن حد يعرف يعمل زيها، وكانت مبسوطة تطلع الأولى وبعدين يدوها الجايزة واسمها يتكتب والناس كلهم بيسقفوا لها وخلاص. وبعدين خدت الكيكة وهي ماشية في السكة
لقيت واحدة ست فقيرة مش لاقية تاكل. فقلبها قال هات الكيكة دي للست الفقيرة. طب لو ادي الكيكة للست الفقيرة واروح المدرسة من غير حاجة هيعاقبوني ويقولوا دي بنت كسلانة وما عملتش حاجة. قال لي هلها قال لي هلها لا ما تجيش لا ما تجيش لا ما تجيش لا ربنا قال خلي بالكم من الناس المساكين والزيت المسكين ويديهم. طب معلش لكن انا عندي درس في المدرسه ولازم اقدم ولما غير كده فضلت تعبانه. وبعدين في الاخر قالت انا هديها الكيكه ولو زعلوني ولو طردوني من المدرسه. كويس؟ وبعدين ادت الكيكه للست الفقيره وراحت المدرسه مكسوفه ومعيشه. وجه الوقت بقى هينادوا على اسماء التلامذه الممتازين الكويسين اللي ياخدوا جايزه الامتحان. فوقفت نظره المدرسه وقالت الطالبه الفلانيه التلميذه دي هي اللي تاخد الجايزه الاولى. اتاري النظره كانت واقفه في البلكون بتاع المدرسه وشايفه ايه اللي بيحصل وشايفه البنت وهي بتفكر وشايفه البنت وهي بتدي الكيكه للست الفقيره. فاعتبرت انها هي احسن واحده وخدت الجائزه وخدت بركه ربنا. نحب بقى نسمع حكايات من الامهات الوالدات. انا قلت اللي عندي وانت مين فيكم اشتغل كتير مع العيال الصغيرين ويعرف كلهم الحكايات؟ نكمل قصه العصفوره يا سيد. حد من الأبهات يقول لنا حكاية؟ تمام تقولوا كلمات مدرسة الأحد يقولوا أي كلمة هذا صحيح.